السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. قالت العديد من صفحات الناشطة على الفيسبوك أن المرأة والتي ظهرت بالأمس في المنصة الشرفية على ملعب الحسن وتورا في المباراة والتي جمعت كوديفور بغينيا بيساو تكون زوجة رئيس كوديفور، وهي من مواليد 53 بالجزائر وبالضبط مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. عاشت 9 سنوات في الجزائر، وعقب الاستقلال غادرت الجزائر رفقة عائلتها واستقرت بفرنسا. وعقب تخرجها من الجامعة هاجرت مع زوجها الفرنسي لكوديفور، وكان تعرفها بالحسن وتارا عقب وفاة زوجها الفرنسي. ويقال أنها امرأة ذكية وسيدة أعمال استطاعت خلق ثروة طائلة، ويقال بأن هي من تدير شؤون البلد، وما وتارا إلا واجهة، وهي التي لعبت دورا كبيرا في وصوله للحكم.